ثلاثة نصف حرب على إيران. إيران بتواجه ضغوط كبيرة جدا من أمريكا. الرئيس ترامب قرر النهاردة إنه خلاص خلال ساعات تبدأ العقوبات الجديدة الأمريكية على إيران، والعقوبات دي بتستهدف النفط بالأساس، وبالتالي بتستهدف الاقتصاد الإيراني، وبالتالي هي محاولة لإسقاط إيران من الداخل عبر العقوبات الاقتصادية. قلنا إن قبل كده كان إسقاط الدولة بالحرب، دلوقتي ممكن بدون السلاح يتم إسقاط الدولة، وسلاح العقوبات الاقتصادية هو سلاح فعال جدا في إسقاط الدول بدون استخدام سلاح عسكري. العقوبات الجديدة المتوقعة على إيران اليوم أو ابتداء من بعد ساعات من الآن دي ممكن تؤثر تأثير سلبي كبير جدا على الاقتصاد وعلى الحياة في إيران. دول العالم قلقة جدا، أو بعض دول العالم قلق جدا، بالذات الصين والهند اللي هم عملاقين اقتصاديين بياخدوا بترول كتير من إيران، وبالتالي لو في عقوبات على النفط الإيراني هيخسروا كتير جدا. هم بيضغطوا وغيرهم بيضغط، إنما يبدو الرئيس ترامب مصر على عقوبات اقتصادية جديدة على إيران. دلوقتي خبراء النفط بيتكلموا، طيب لو إيران مش هتصدر نفط كتير زي زمان أو مش هتصدر أصلا، في هذه الحالة هنغطي إزاي عجز النفط نتيجة خروج إيران من سوق النفط العالمي، لا سيما إن دولة نفطية كبيرة زي فنزويلا عندها مشكلة كبيرة دلوقتي بتصدرش نفط كما كان، ودولة نفطية كبيرة زي ليبيا هي أيضا عندها مشاكل لا تصدر النفط بقدرتها الحقيقية. يبقى إذا ليبيا مش موجودة بقوة ولا فنزويلا موجودة بقوة في سوق النفط العالمي، لو خرجت إيران كمان ده معناه ارتفاع كبير في سعر النفط. الحل الوحيد عشان ما يرتفعش سعر النفط إن السعودية تزود إنتاجها من النفط. السعودية وعدت تزود إنتاجها من النفط، إنما البعض بيقول إن السعودية ممكن بعد سنوات تجد صعوبة إذا استمرت العقوبات الأمريكية على إيران إنها تقدر تكفي كل هذا السوق المتنامي للنفط، أو إنه ده هيؤدي إلى انخفاض سعر النفط وبالتالي يبقى عائد غير جيد أو سلبي على الميزانية السعودية. في كل الأحوال الرئيس ترامب حسم إنه مزيد من العقوبات، وده معناه إن الاتفاق النووي اللي حصل في فيينا قبل كده واللي كان فيه قوة دولية وفيه أوروبا لم يعد ذي قيمة، وده درس مهم جدا إنه القرن الحادي والعشرين الاتفاقيات فيه ملهاش أي معنى. في اتفاقية كبرى كان بين السوفيت والأمريكان لخفض الأسلحة النووية للحد من الصواريخ متوسطة المدى وقصيرة المدى، وما زالك الأمريكان بيخرجوا منها. اتفاقية المناخ خرجوا منها، اتفاقيات تجارة خرجوا منها، وأدي اتفاقية أو اتفاق دولي في ست أطراف دولية مع إيران اللي هو الاتفاق النووي في فيينا، ومع ذلك دلوقتي بيترمي كل ده كأنه مش موجود. بغض النظر عن أداء إيران وعن الكارثة التي سببتها إيران منذ عام 79 وإلى الآن لها وللمنطقة، إنما في درس مهم جدا إن الاتفاقات والعهود والوعود والمعاهدات الدولية لم تعد تحظى بالاحترام في القرن العشرين كما كانت تحظى في النصف الثاني من القرن العشرين. القرن الحادي والعشرين في كتير جدا من علامات وسمات عدم احترام الاتفاقات الدولية، وبالتالي رهان إيران فيما مضى على الاتفاق النووي وإن في ألمانيا وفي فرنسا وفي كذا وفي أمم متحدة، إلا إن كل دول في النهاية الرئيس ترامب قال مفيش اتفاق، ما بقاش في اتفاق، في عقوبات بقت في عقوبات، وده معناه إحنا إزاء عالم جديد لم يعد القانون الدولي فيه ملزما والاتفاقات ملزمة، ولا حتى لو معك أطراف كتيرة ضامنة لا تعني هذه الضمانات الكثير بالنسبة لك. ما يجري لإيران الآن هو درس لكثيرين حول العالم، تراجع قيمة الوعود الدولية والاتفاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين.